النهاردة يوم الأجازة، أمي مسافرة رايحة جنازة، وصلتها لحد الباب خبطتني فكرة أستاذة. عندي عدة وعندي ستيز، والنهاردة يوم الخميس، يعني كله في اللذيذ، ما فاضلش إلا التنفيذ. كلمت كل صحابي على طول، ما كانش فيهم حد مشغول، كله كان بيرد يقول يا قشطة يا بيس يا إما قول كده. ما فاضلش إلا حاجة بس أفضي البيت من كل العفش، أصلي في ناس تبقى غاوية كاس ومش طالبة تقلب بقفش. حطيت في كل حتة سماعة وحطيت سيدي هادي في بتاعة، كله جاهز للإذاعة ولسه بدري فاضل ساعة. قعدت أفكر سألت نفسي أنا لسه هفضل مستني، رحت جبت الميكروفون وصلت وقعدت أغني. أمي مسافرة وهعمل حفلة، بس يا ريت ما تجيش على غفلة. لبست تيشيرت فريق ألمانيا، بصيت لقيت بيته بقى حاجة تانية، والحفلة اتمليت في ثانية. مزيكا جامدة وكلها دانس راب هاوس، وكل دقيقة تزيد الناس، وانا واقف على الباب محتاس، وفي ناس بره عاملين سياح جايين ومعاهم سلاح، خلوني بقيت مش مرتاح. رحت قافل بالمفتاح وكتبت ورقة على الباب تقول ممنوع دخول اي مسطول، لو الكلام ده مش معقول معلش انا دي انا مستنيها. خدت العربية وجيت بيها، من كتر الزحمة حواليها ملقتش حتة اركن فيها، رحت رميها على الرصيف والمنظر كان برا ظريف، ولاد كتير شكلها نضيف، بنات لذيذة دمها خفيف، وجوه ده كان عالم تاني، السما بتمطر اغاني وانا واقف برقص في مكاني، شفت شلة بنات عجباني، كان فيهم واحدة عرفها بس ما كنتش بستظرفها، قلت معلش اظبطها علشان ارقص مع اصحابها. والصبح طلع علينا والناس مشيت من حوالينا، قعدت رتبنا ورصينا بعدين طبلنا وغنينا. امي مسافرة وهعمل حفلة، بس يا ريت ما تجيش على غفلة. Now